في أولى محطات زيارتها لولاية عنبة وقفت السيدة دليل أبو جمعة كاتبة الدولة المكلفة بالبيئة على مدى استجابة أحد أهم مصادر التلوث سابقا والذي مس الأنظمة البيئية المائية والقرية ألا وهو مركب الأسمدة في ارتيال، حيث أضحى العامل البيئي ضمن الثقافة الاستثمارية للمتعاملين الصناعيين. احنا درنا مشروع ضخم مع البنك الدولي وصلنا باش هذا الكمية التلوث تتخلص بأكثر من 80%. الآن وإحنا درنا جهاز باش يورينا كامل نسبة التلوث اللي تبعثها الوحدة الأسمدة الفوسفاتية والأزوتية. الزيارة كانت سانحة للاطلاع على عدة مفرغات مراقبة لتسيير واستغلال النفايات المنزلية وإطلاق مشروع الردم التقني بوادي العنب لاستقبال النفايات الهامدة لمشروع المدينة الجديدة والقضاء على المفرغات العشوائية.